شارك مجموعة من الصحفيين والإعلاميين والنشطاء في ندوة إعلامية نقاشية حول دور الإعلام في الرقابة على السلطات وإشكالات النقد البناء والنقد الهدامة. وترأس نقيب الصحفيين في حضرموت سالم الشاحت الجلسة النقاشية عبر طرح المبادئ والأخلاقيات المهنية في التعامل مع السلطات وانتقادها. وفي الشهر هناك المنشد وال جسر الهوة بين دور الرقابة الإعلامية على السلطات وبين نقدها الهدام المفاقم لأزمة سوء الفهم، هي المقاربة التي حاولت نقابة الصحفيين في حضرموت إيجادها خلال ندوة نقاشية إعلامية حملت في طياتها رسائل متعددة عن المبادئ والأخلاقيات المهنية. سلطة موجودة في حضرموت عشان لا نبعد بعيد، لديها من الإيجابيات ولديها من السلبيات. جذور الإشكاليات بين أصحاب الكلمة والعاملين في بلاط صاحبة الجلالة هو قلة الوعي القانوني وعدم الاضطلاع بالمهام المناطة على عاتق كل إعلامي، غير أن الوعي القانوني ليس وحده السبب الرئيس، إنما تعزوه ممارسات أخرى كالممارسات والتصرفات الفردية. بخصوص الإعلام ودوره في الرقابة على السلطة بين الإعلام وبين النقد الهادف والبناء، طبعا هذه الندوة شارك فيها الأستاذ سالم الشاحت نقيب الصحفيين من حضرموت والزميل عماد الديني، وتم إثراب الملاحظات، تم التوضيح ما هو دور الإعلام وكيف رقبته على السلطة، حيث أن النقد للسلطة واجب على جميع الإعلاميين لكن وفق ضوابط مهنية وعلى المنزلاق وفق بعض المصطلحات التي قد تسيء إلى الصحفي وقد يتم يعني نقول سحبه إلى المحاكم واتهامه بعض التهمات التي قد تكون كيدية في بعض الأحيان. استفدنا من هذه الندوة بعض المفاهيم التي طرحها نقيب الصحفيين الأستاذ سالم الشاحت، وكذلك الورقة النقاشية التي طرحها الأستاذ الصحفي عماد الديني. تعرفنا على خلال هذه الندوة إلى بعض المفاهيم التي تساعدنا في مهنيتنا خلال المسيرة الإعلامية. الندوة النقاشية التي نظمتها مؤسسة صدى للإعلام لم تخلو من التباينات في الآراء والجدل حول ما يجري في حضرموت ومؤشرات حرية الصحافة والتعاملات بين السلطة في المحافظة والمنطوين بالحقل الإعلامي. تتمحور خلاصة هذه الندوة حول المصداقية والأمانة في إداء الرسالة الإعلامية، بحيث أن الشخص يتحرى المصداقية ويتحراها من مصادرها المسؤولة عن هذه المعلومات. النقاشات الإعلامية الكثيفة التي صاحبت الندوة الإعلامية تأتي بعد أيام فقط من وصول وزير الإعلام بحكومة المناصفة لعاصمة المحافظة، وهو ما استدعى استحضار الذاكرة الإعلامية خلال السنوات القليلة الماضية. قناة المكلا باسل بامعس. فلننظر، تعالوا ننظر إلى ممارسات سلطة محافظة حضرموت.